مشاهدينا الكرام من قلب مدينة الدار البيضاء، أمطار الخير، نردوا بالنا من حوادث السير خصوصا في هذا الجو هذا اللي كتشوفوا تقريبا الرؤية كتكون منعدمة. مستعملي الطريق ردوا بالنا من الكليساج، ردوا بالنا من الاصطدامات اللي كتكون، الناس اللي كيقطعوا حتى هما الشانطي كيقطعوا من البلاصه ديال القطيع، راه حتى هما راجعين في بعض الاحيان كيسبقوا بعض الحوادث ديال السير. واحد يمشي بتأني ما يمشيش بسرعة، على سلا وقعت الله يسر شي حادثة كيف الإنسان راه غادي بواحد السرعة اللي هي مضبوطة. حنا بغيتكم تعرفوا يعني الطريق كتكون فيها انزلاقات بزاف مع هاد الشتي والأولى. الناس مستعملين الدراجات النارية، ردوا بالكم الانزلاقات اللي كتكون في هذا الجو. تزامن مع وقت نهاية الأسبوع، الناس كتسافر كتخرج الوليدات، كاين اللي عندو الخدمة ديالو مثلا ديال راسو كيقدر يبروفيتي من اليوم. اللهم اسقنا الغيث يا ربي يا كريم يا رحمن الرحيم، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب. اذا مشاهدينا الكرام هذه هي الاجواء وسط مدينة الدار البيضاء. كنظن ان العديد من المدن ديال المملكة كاين فيها تساقطات مطرية،
هاد اللحظات اللي كتصب الشتا في مدينة الدار البيضاء. صباحكم مبروك مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.